تحية الشمال الدخان وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول فوق وفي خسارة عند مستويات ال 15 جنيه و60 قرش، وما أعتقدش هيتكسر، وأعتقد كمان إن إحنا محتاجين نكسر مستويات ال 21 جنيه عشان تتأكد النظرة الإيجابية للسهم، وده بالنسبة لنا هيكون أول هدف. ولكن أنا ما زلت بصحح الموجة بتاعتي اللي بدأت معايا من هذه المستويات اللي صعدت بيا لحد مستويات ال 29 يعني 30 جنيه، وبدأت معانا من عند مستويات 11 جنيه تقريبا، واللي المفروض كانت تصحح عند مستويات 18 جنيه، وتصحيح جه أعنف من المتوقع. عشان كده ما توقعش إن السهم هينزل تاني، ده كان قريب جدا مستوى 78 فيبو، ولكن أعتقد إن السهم هيذهب بقوة، وأعتقد إن أول هدف ممكن يكون بالنسبة لنا هو مستويات 25 جنيه. طيب ده بشكل عام النظرة بشكل أوسع، ولكن لو رحنا على فريم ال 15 دقيقة خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة، هنلاقي إن السهم عمل لنا موجة مكتملة من المستويات دي، وما زلنا بننتظر تصحيح ليها ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد. هل السهم لو صعد من عند المستويات دي هروح عند مستويات من 200 ل 261 فيبو؟ فلاقي نفسي بستهدف مستويات ال 30، ولكن أهم هدف بالنسبة لي هيكون مستويات ال 26 جنيه إلى مستويات ال 27 جنيه، ده لو السهم صحح واحتفظ بالمناطق دي. ولكن لو جينا نبص احنا عندنا موجة أولى المفروض بتصحح ما بين مستويات ال 61 لحد مستوى 78 فيبو، احنا ابتدينا من عند مستويات ال 78 فيبو. لو انتقلت من السهم المفروض تخلي وقف الخسارة بتاعك عند مستويات 16 جنيه 35 قرش، اللي اعتقد مش هيتكسر، واعتقد ان السهم تغير في الاتجاه، واعتقد ان السهم ما زال مستمر على اتجاه الصاعد. وبالتوفيق.